تفاعلوا مع قناتكم النهار، أول قناة إخبارية في الجزائر. تابعوا تغطيتنا المستمرة والحصرية عبر موقع اليوتيوب. قضاء البوليدة لتفاصيل دقة تلتحق بنا من هناك موفد تلفزيون النهار كالعادة. منى مالك، صباحك سعيد. منى، اليوم الثالث على ما أظن فيما يخص هذه القضية، ما الذي سيحمله اليوم الرابع؟ ما الذي سيحمله من جديد؟ على ما أظن سيواصل القاضي يعني مساءلة رفيق عبد المؤمن خليفة، هكذا. نعم، إذا صباحك أسعد هارون، أهلا بالمشاهدين الكرام. إذا قضية الخليفة دخلت اليوم يومها الرابع، حيث سيواصل رئيس محكمة الجنايات بمجلس قضاء البوليدة باستجواب المتهم الأول عبد المؤمن خليفة بعدما انطلق في استجوابه أمس فقط، ليواصل اليوم إن شاء الله. إذا عبد المؤمن خليفة سيواصل أيضا يعني بعدما نكر أمس كل التهم التي وجهت له من طرف النيابة، نكرها جملة وتفصيلا ونفاها. اليوم عبد المؤمن خليفة هو أيضا سيقف أمام رئيس مجلس محكمة الجنايات القاضي عنتر منور، حيث سيواجه عبد المؤمن خليفة جملة من التهم المتعلقة بجناية التزوير واستعمال المزور، وهذا ما يعني استجوبه عليه أمس القاضي. أيضا اليوم ما زالت هناك تهم على غرار جناية النصب والاحتيال، استعمال المزور، أيضا استعمال المزور في المحررات الرسمية، أيضا خيانة الأمانة، استغلال النفوذ. كل هذه التهم سيستجوب عليها. نعم، عبد المؤمن خليفة. منى مالك فقط، تلو الأخرى. هل وصل يعني المتهمون لحد اللحظة أم ليس بعد؟ أكيد المتهمون كلهم موجودون هنا بمجلس قضاء البوليدة، بعد لحظات إن شاء الله ستنطلق جلسة المحاكمة التي هي برئاسة القاضي عنتر منور. والمزيد يا ترى ماذا سيكون في جعبة عبد المؤمن خليفة من جديد؟ هذا ما ننقله لكم هارون في الساعات الإخبارية اللاحقة. وهو كذلك منى مالك، نرافقك كالعادة دائما في مداخلات مباشرة من أمام مجلس قضاء البوليدة لمعرفة دائما الجديد. شكرا جزيلا لك منى مالك، سنحاول العودة لك في قادم موعدنا الإخبارية. هل أعجبكم الفيديو؟ اشترك، سجل تعليقك أو موقفك أسفل الصفحة، لأن رأيك يهمنا إيجابيا كان أو سلبيا، لأننا نهتم كثيرا بوجهة نظركم.